هنا وبعد بعد الخمس بعد سنوات السنة يجي. الخامسة، بعد الخمس سنوات يأتي. هل سيادتك بتنزل السوق أو من ينوب عنك طبعا تقفي آثار هذا المصحف عشان يكون حصل تحريف؟ لو حصل تحريف هو الناس كلها بتبلغ الأزهر. كويس، فبيجي لك بيجي الخطأ ونكتبه مذكرة وتنزل شرطة المصنفات أو المصنفات تقبض على عظيم. صاحب الدار. طيب سيادتك دلوقتي أعطيت لمولانا مصحف كي يراجعه. نعم. بعد إذنك النسخة جات لك مع تكليف المراجعة، بتعمل ايه؟ احنا بيجي لي المصحف في حاجة اسمها الرسم، حاجة اسمها الضبط. جميل. وهناك فرق بين الرسم والضبط. هل هو التكليف جاي لك بالمراجعة ولا ديت الأدوات بتاعتك الرسم؟ عندي الأدوات بتاعتي أنا. يعني مولانا أحال إليك هذا المصحف للمراجعة. تفضل. بطل للرسم، الرسم ده هو اللي هي بطل للرسم الحروف. اقرأ كده يا مولانا وقول لي. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. الله. دي الحروف دي الثاء والميم والعين دي اسمها الرسم. عظيم. في فرق بين الضبط والرسم. هذا هو الرسم. ماذا الضبط؟ ماذا عن الضبط؟ انا عشان اضبط الرسم ده هو لازم اشكله. شكله. اشكله اللي هي ايه؟ ضمه، فتحه، فتحتين، ضمتين، اللي هي حركات الحروف. حركات الحروف دي هي الضبط. من بينها المد والغن و المد والغن دي حاجه تاني، دي حاجه تجويديه. ايوه احكي. ده الاداء. المد والغن الاداء الصوتي. الصوتي احنا بنسمع صوت، بتجينا اشرطه بنسمعها كمان. امال ايه؟ احنا بنراجع رسما وضبطا واداء. جميل صوت. جميل. اي واحد بيسجل مصحف بيجي هنا بنسمعه. طيب خليني في المصحف الاول وانا هاجي الموضوع اللي ايه الصوت. تكلم سيادتك. انا لما اجي اتكلم هنا على الضبط، الضبط ده حركات الحروف. انا لما بقرا بطول الحركات الحروف دي. انا عندي قاعده عارفها ودرستها. ايوه. اللي هي رسم المصحف وضبط المصحف. وفي كتب للرسم وكتب للضبط. للضبط. عقيده اتراب الكصائد للامام الشاطبي اللي درس. عقيلة أتراب الخصائد. جميل. الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي. جميل. تكلم عن رسم المصحف. هايل. وفي للضبط كتاب إيه للضبط؟ كتاب السمير الطالبين. أيوة. للضبط. عندنا إرشاد الطالبين. سبيل الطالبين وإرشاد الطالبين. إرشاد الطالبين. أيوة. ولعبد الفقير عامل المتحف في ضبط المصحف. سيادتك عامل المتحف. المتحف في ضبط المصحف. يعني لذلك مؤلف اسم المتحف. في ضبط المصحف. والمتحف في رسم المصحف. والمتحف في رسم المصحف. جميل. هذه دي أدلة. الأدلة درسناها احنا وعارفينها. كويس. لما طول المصحف أقرأ كان عارف أنا الصلاة بتتكتب إزاي. طب هسأل سيادتك سؤال. هذا العلم اللي ربنا وهبه ليك في حد بيتعلمه من تحت إيديك؟ أيوة طبعا. ما زال مستمرا إلى يوم القيامة. ما أنا عارف. معاهد القراءات في الأزهر بتدرس هذه العلوم مستمرة، وكلية علوم القرآن فضيلة الدكتور بيدرس هذه العلوم مستمرة. جميل. ومستمرة إلى يوم القيامة. عظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسمعها بقى بطريقتك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.